زي ما في ناس كويسة في حياتنا برضو في ناس توكس، والكلام ده برضو ينطبق على الكائنات الحية زي ملايين الكائنات الحية الموجودة جوه جسمنا. طب ويا ترى دول بيعملوا ايه جوه؟ هات ودنك وتعالى قولنا. جسمنا بيعيش فيه ملايين من البكتيريا النافعة والضارة، توكسيك يعني. وبالرغم من ان عالم البكتيريا صغير جدا لكن ليه تأثير كبير في حياتنا. البكتيريا النافعة عبارة عن كائنات حية دقيقة جدا بتعيش داخل الأمعاء وليها دور مهم جدا في صحة الإنسان. لحظة، ازاي بكتيريا وليها دور مهم في صحتنا؟ هتفيدنا يعني؟ هقولك، البكتيريا النافعة بتساعد على تحسين الهضم وتعزيز المناعة وبتحافظ على صحة القلب والدماغ. طب البكتيريا الكويسة، قصدي النفع، ازاي نوصل لها؟ اول حاجه لازم تدخل خضار وفاكهه كتير في اكل، ويا ريت تزود مخللات واجبان لكن في المعقول. خد بالك البكتيريا التوكسيك دي كائنات دقيقه برضه، بس جايبه لنا دايما وجع الدماغ. تعال اقول لك ليه. لو دورنا على سبب الامراض المزمنه هنلاقي البكتيريا الضاره اول سبب، ده غير انها سبب اساسي للتسمم الغذائي وكتير من الالتهابات، وفي كتير انواع صعب معالجتها، وده بيكون بسبب المضاد الحيوي اللي بنستخدمه عمال على بطن. ايه كل ده؟ خضتني يا صاحبي. ما تتخضش، بسيطة، ما تاخدش مضاد حيوي إلا للضرورة، لأن الإفراط فيه هيقتل البكتيريا النافعة وهيسبب ظهور فصائل كتير من البكتيريا الضارة الصعب معالجتها.